الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. الكلام في أن النسخ بمعنى محو الشيء. الناس غير الاستنساخ، الاستنساخ يعني اخذ صورة مثيلة للشيء انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ولكن النسخ فيما نحن فيه في الشرائع السابقة بان الشريعة الجديدة توجب نسخ الشريعة السابقة فان معنى النسخ هو المحو و انتهاء الشيء كما في الايه المباركه الله عز وجل يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ما يلقي الشيطان ينسخه يعني يمحيه لا يبقى له اثر ابدا فالنسخ بمعنى المحو هل الشرائع السابقه محيت عندما اتت الشريعه اللاحقه انتهت شريعه موسى بمجيء شريعه عيسى سلام الله عليهما وانتهت شريعه عيسى بالمجيء بشريعتنا الاسلاميه الجواب هنا احتمالان الاحتمال الاول ان يقال بأن الشريعة كلها نسخت بكل جزئياتها نسخت ولكن هذا متهم لأنه كثير من الأصول وبل الفروع والأحكام الشرعية متطابقة يعني شريعة عيسى وشريعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بالنسبة لأصل التوحيد بالنسبة لخلع الأنداد والأوثان والأصنام بالنسبة للعقيدة فمتحده الشريعه السابقه فلا يمكن ان نقول بان هذه الشريعه نسخت العقيده في الشريعه السابقه كلا بل حتى في الاحكام الفرعيه الزنا محرمه في شريعه موسى وفي شريعة في كل الشرايع السماويه وشرب الخمر محرم في كل الشرايع السماويه والكذب محرم في كل الشرايع السماويه والسحر محرم في كل الشرائع السماوية إلا في فترة عندما نزل نزل الملكان في قضية خاصة لافتتان خاص وإلا السحر محرم إذن في جميع الأصول وفي كثير من الفروع ماكو نسخ فإذا هناك نسخ في بعض الأحكام نعم أكل الشحوم كان كان محرما في شريعة النبي موسى سلام الله عليه وسلم. ففي بنص الآية القرآنية الرسول صلى الله عليه وآله يقول ذاك حلال لك أكل الحيتان يوم السبت محرم على تلك القرية اللي كانت ثمانين ألف كانوا على حافة النهر فكان امتحانهم أن لا يأكلوا السمك في يوم السبت ولكن الرسول الاعظم صلى الله عليه واله يقول: جئتكم بتحليل ذلك. طعام البحر حل لكم، باطلاق هذه الايه يتمسك رسول الله صلى الله عليه واله ويقول بان اكل السمك حلال. فاذا في بعض الفروع اكو نسخ. ومما يؤيد ذلك بان شريعه النبي عيسى لم تنسخ شريعه النبي موسى بكل جزئياتها واحكامها هذه الايه المباركه. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين بعض الذي تختلفون. ابين بعض الذي تختلفون، يعني انتم شريعه موسى اختلفتم على اقوال بالنسبه لمساله، انا ابين الحق من تلك الاقوال لكم. والا اذا كانت الشريعه اللاحقه تنسخ جميع الشريعه السابقه بعد ماكو ما حق، الحق في الشريعه اللاحقه. وانتهت الشريعه السابقة نعم البعض هكذا أشكل وقال شريعتنا نسخت جميع ما في الشرايع السابقة وكل شريعة لاحقة كذلك عقائدا وفروعا ولكنها أثبتت العقائد وأثبتت الفروع من جديد يعني نسخت التوحيد ولكنها أثبتت التوحيد في شريعتنا نسخت حكم الزنا ولكنها أثبتت الحرمة الزنا في شريعتنا يعني حتى في الاحكام المتوافقه شريعتنا نسخت ولكن هذا خلاف الظاهر من الادله ومن ال... من هذه الايه المباركه. كثير من ال... الادله استفاد منها العلماء بان الشريعه السابقه لا زالت حاكمه اما على نحو الاستصحاب وهو المشهور المذكور. أو على نحو الحكومة يعني نفس الشريعة موجودة ما ثبت نسخه فانتهى أما ما لم يثبت نسخه فتلك الشريعة لا زالت قائمة لاحظوا بعض الـ 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 الأدلة على حكومة الشرائع السابقة أو استصحابها هسه هذه الأدلة قد يستفيدون للإستصحاب وقد تكون لأصل حكومة الأدلة الشرائع السابقة يعني كما أن رواية رسول الله صلى الله عليه وآله الآن هذه الرواية أمارة ما ثبت بالدليل قطعي بأنه كان في شريعة موسى هو هذا أمارة أيضا يعني الآن حكم شرعي لنا لاحظوا بعض الآيات المباركة فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة اتبعوا ملة إبراهيم الشريعة الإسلامية مو نسخة الشرائع السابقة وبعد ابراهيم اتت شريعه موسى واتت شريعه عيسى عليهم افضل الصلاه والسلام ولكن الان نؤمر باتباع مله ابراهيم ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا ما جعل ما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم ما جعل عليكم من حرج هذه مله ابراهيم وطريقه ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام البعض من العلماء من كبار الفقهاء تمسك بأن الحج ماشيا إذا واحد يتمكن من الحج ولكنه ماشي هذا مستطيع. لأنه يجب أن يكون الإنسان مستطيعا فما مصداق الاستطاعة أدنى الاستطاعة أن يتمكن من المشي إلى الحج فسمننا إلى مكة الف كيلو تقريبا على طريق عرعر فواحد ال الف كيلو بشهرين يعني ثلاثة شهور يقدر يمشي يوصل. ثلاثة اشهر خليه يمشي اذا ماكو مانع اخر ما عنده فلوس المركب الطائره السياره حتى فرس مثلا على الجمل ما يقدر يروح خليه يمشي استفاد البعض بان الاستطاعه الماليه تكون حتى عبر المشي الى الحج بماذا؟ بالايه المباركه واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا راجلين يعني وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق استفاد البعض من هذه الايه، الصديقه الطاهره سلام الله عليها في احتجاجها مع ابي بكر قالت بهذه الايه يرثني ويرث من ال يعقوب، اذا الانبياء كانوا يورثون فانا اولا فدك نحله وهديه من رسول الله مو ارث، ثانيا انتم ما تقبلون النحله طيب ارث كان ملكا لرسول الله فهو ارث لي واستشهدت بهذه الآية يرثني ويرثه من آل يعقوب في آية أخرى أيضا استشهدت بها الصديقة الطاهرة سلام الله عليه وورث سليمان داود أيضا هذه الآية اللي هي صريحة في القرآن وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون هذا حكم الله في شريعة موسى ولكن نفس الحكم لا زال جاريا السيد العام في كتاب بيان الفقه ذاكر أيضا أن بعض كبار الفقهاء استفاد على صحة استصحاب عدم النسخ طبعا استصحاب الشرائع السابقة هو في الواقع استصحاب عدم نسخ الاحكام في تلك الشرائع. استصحاب عدم عدم النسخ استفاد وقال انه السيد المجاهد قال السيد المجاهد في المناهل الجعاله مشروعه وجائزه ويدل على ذلك وجوه ومنها ما تمسك يعني من الوجوه الداله على صحه الجعاله كعقد. منها ما تمسك به في التذكرة العلامة والمسالك ومجمع الفائدة والكفاية السبزواري من قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم النبي يوسف سلام الله عليه شنو كانت شريعته تلك الشريعة النبي يوسف أنه إذا واحد جعل شيئا مجهولا جعالة حمل البعير سجقد حمل البعير مو معلوم مجهول فالجعاله ماشيه وجعل شخص ثالث ضامنا قال وانا به ضمين وانا به زعيم يعني انا ضامن يعني اذا الملك ما اعطاك فانا اعطيك انا ضامن لهذه الجعاله اذا هذا خلاف القواعد مع ذلك افتى طبق هذه الايه المباركه مجموعه وقال في ادلة القائلين بصحة الجعالة وان كان الجعل مجهولا ومنها قوله تعالى ولمن جاء به حمله بعير لان حمل البعير مجهول ونقل هذا القول عن القواعد العلامه والتحرير واللمعه والروضه والمسالك وجامع المقاصد والكفايه واستدل به في التحرير والرياض بهذه الايه المباركه وقال أيضا في صحة ضمان المجهول منها ما تمسك به العلامة في المختلف والتنقيح والمسالك من قوله وأنا به زعيم والأمور الأخرى زين إذن أصل استصحاب الشرائع السابقة كأنما هذا محل اتفاق يبقى هنا إشكالان الإشكال الأول أركان الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق نحن لنا يقين سابق بأن أتباع النبي عيسى وجب عليهم هذا الحكم أما نحن فأتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله فهل يجب علينا ذلك؟ لا يقين اليقين السابق في أصحاب النبي عيسى مو أصحاب الشريعة الإسلامية فلا يقين سابق والجواب على هذا الإشكال واضح الأحكام قد تكون أحكام حقيقية وقد تكون أحكام خارجية الأحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية يعني هذه مو أحكام أتباع النبي عيسى فقط لا حكم إلهي الحكم الإلهي هذا موجود لذلك الآن المشافهون والحاضرون في زمن الرسول أبلغت إليهم الأحكام احنا ما كنا في زمن الرسول فهل هذه الأحكام مختصة بأولئك لا اولئك كانوا افراد طبقوا الاحكام في زمان الحكم في زمان صدور الحكم ونحن مشتركون معهم اذا لا يقين سابق بل هناك اليقين السابق بالجعل بجعل الحكم الشرعي وهذا الحكم الشرعي لا زال ساريا يعني. الاشكال الثاني في الاستصحاب انه لا شك لاحق نحن نعلم بان الشريعه نسخت لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين اخر نقضناها نقضنا الشريعه السابقه بالشريعه اللاحقه والجواب على ذلك ما بيناه الان في بدايه البحث انه من اين نعلم بان الشريعه مع وجود المتطابقات في العقائد وفي الاحكام بل مقدار من الشريعه بعض الاحكام وبعض الفروع التي كان مؤثر فيها الزمان والمكان هذه نسخة طبعا الزمان مؤثر النسخ الحقيقي مو في القضايا الامتحانية طبعا هاي كملاحظة زين نذكرها القضايا الامتحانية هذا مو نسخ الحكمة والفائدة والغرض من الأمر الامتحاني هو الامتحان مو تحقق المأمور به في الخارج احنا ما نريد يتحقق المأمور به في الخارج بس يريد يمتحنه فإذا إذا بعد ذلك قال هذا أنا رفعت اليد عن هذا الأمر مثل بالنسبة إلى ذبح إسماعيل هذا مو أمر حقيقي كان، أمر امتحاني كان، الله كان يريد يمتحنه بعد ذلك وفديناه بذبح عظيم. فهذا مو نسخ أنه عندما نقول بأن الله أمر النبي إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه وبعد ذلك رفع اليد عن ذلك، لا لا لا، أمره كان أمرا امتحانيا. فهذا مو نسخ حقيقي النسخ الحقيقي في الأمر الواقعي اللي ظاهرا مو مؤطر بإطار زماني عند الله مؤطر بإطار زماني لأنه سابقا بينا بأن البداء في الله بالمعنى المتعارف في الذهن أنه جهل بعض المصالح والحكم وبعد ذلك ظهور تلك المصالح ولأجل المصالح يتغير الحكم لله هذا خب محال بالنسبة إلى الله عز وجل هذا بيناه مفصلا يمكن اكثر من بحث فهنا عندما نقول الله عز وجل سن حكما شرع قانونا هو يدري بان هذا القانون محدد باطار للتنظير والتقريب نمثل هل وجوب الصلاه محدد بزمان خاص ام لا طبعا الوجوب الادائي محدد بزمان خاص هل وجوب الحج محدد بشهر خاص؟ طبعا في شهر ذي الحجه. اما طول السنه ماكو وجوب للحج في شهر ذي الحجه. بعض الواجبات محدده بساعات بايام، شهر رمضان الصوم محدد بشهر رمضان، اذا خرجنا عن شهر رمضان فانتهى موضوع الصوم. فيمكن ايضا يكون واجب محدد سنه، ثلاث سنوات. بعد ثلاث سنوات ياتي حكم اخر، نص اخر وينسخ. الحكم السابق ينسخ يعني يبين لك بأن المصلحة انتهت أو بأن هناك مصلحة أولى ومن اليوم الأول الله عز وجل عندما سن الحكم الأول اللي الآن هو منسوخ فكان يعلم بأن فترة ثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات وبعد ذلك ولكن نحن كنا نتصور بأن هذا الحكم حكم عام مطلق لا زمان فيه إذن الزمان يؤثر المكان يؤثر في الاحكام الشرعيه. لذلك هنا بالنسبه طبعا ذهب البعض الى ان الايات القرانيه المنسوخه 138 ايه ولكن بعد التحقيق وفي الكتب راجعوا علوم القران كتب علوم القران فلا مو منسوخه وانما لها اطلاق وتقييد او اتجاهان مختلفان وإنما الآية المنسوخة الآية القطعية المنسوخة هي آية النجوة اللي يشير رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الكلام إلى آية النجوة هذه الآية هي آية منسوخة أنه إذا أردتم النجوى واستشارة رسول الله صلى الله عليه وآله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة والوحيد الذي عمل بهذه الآية حسب الروايات المتواترة عند الفريقين عند الشيعه والمخالفين امير المؤمنين سلام الله عليه يقول كان لي دينار فبعت الدينار بعشره دراهم وناجيت الرسول يعني استشرت الرسول في قضيه ودفعت درهما صدقه عشر مرات هذه الايه نزلت وكانت المصلحه فيها بينه ليش؟ لانه من جهه الصدقه مساعده الفقراء هذا امر مطلوب هو خير عام الشيء الثاني كانوا يجون هذول المسلمين كثير منهم معدان كذا يأخذ وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فتساعة ويريد يستشيره في شنو؟ في طيف مثلا شايفة والرسول كان حييا إذا واحد كان يمسك يده بالمصافحة الرسول ما كان يسحب إيده ينتظر إلى أن ذاك يسحب إيده يمكن ذاك نص ساعة يطول يريد يقول له قصه وماساه اللي مر بي او كذا كان الرسول حي فكانوا ياذون رسول الله صلى الله عليه واله ما يفهمون يعني من جهلهم مو في قضايا مصيريه يستشيرون الرسول صلى الله عليه وآله. فنزلت هذه الايه لان للرسول قضايا مهمه جدا ولكن من خلقه العالي ومن حيائه ومن ادبه ومن تواضعه كان يستجيب لهم اي واحد يجي يستشير الرسول يستمع له وبعد ذلك ينصحه بنصيحه أو يرشده إلى الطريق. أو الكثير كانوا بس يجون ينقلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريد من الرسول جواب. شايف البعض يجي يستشيرك بس يريد ينقل لك يعني ما يفرغ اللي بنفسه. يقولون هو أذن، أذن يعني دائما يسمع من الكل يسمع. قل أذن خير لكم. زين خليه يسمع لكم. هذا أذن خير مو أذن شر، واحد يسمع له كلام وبعدين يروح يفتن أو كذا ويسبب بلبله ومشكله. فإذن كانت المصلحة في سن هذا القانون أنه أن تدفعوا صدقه بعد لاستشارة رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلكم خير لكم خير مساعدة للفقراء وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فرسول فأمير المؤمنين صلى الله عليه استشار رسول الله في عشرة مواطن ودفع عشرة دراهم صدقة بعد ذلك نزلت الآية الأخرى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات خفتم يعني مناجاة الرسول ليست بأحب عندكم من المال ليش أدفع درهم ما استشير الرسول طبعاً ال الحكم الأول لا زال كان موجود المصلحة فيه منتهت المصلحة المصلحة لا زالت قائمة مساعدة الفقراء عدم اتلاف وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن من جهة أخرى إذا المسلمون كلهم أشفقوا من إعطاء الصدقة ومن مناجاة الرسول بعد كم يتركون رسول الله صلى الله عليه وآله ليش نروح نستشير حتى نخسر حتى يثبت لهم بأن المال عند أصحاب رسول الله طبعا من كان في المدينة في تلك الفترة احب من استشاره رسول الله يثبت ذلك ويثبت تثبت فضيله لامير المؤمنين سلام الله عليه على ذلك انه هو الوحيد قلنا روايتهم متواتره بالنسبه الى الفريقين بان الوحيد الذي عمل بهذه الايه قبل ان تنسخ هو امير فهذا هذه الايه الوحيده الثابته في القران بانها نسخت اما باقي الايات ففي كلها بحث مطول بانه من بانها من مما نسخت او لم تنسخ طبعا هناك حكمه للنسخ لا مجال لبيانها لاحظوا الكتاب وان الله عز وجل جعل جعل كتابي المهيمن على كتبهم الناسخ لها. طبعا الايه التي ذكرناها من سوره ال عمران مصدقا لما بين يديه هذا ايضا مما يدل على عدم نسخ كل الشريعه بكل جزئياتها واحكامها ايات متعدده بان الرسول صلى الله عليه واله كان مصدقا لانزلنا اليك الكتاب بالحق في ايه اخرى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مصدق ومهيمن يعني هو الحاكم في الواقع اذا كان هناك بعض ال بعض ما ورد من تغيير الحكم فهو المهيمن هذا القران الكريم وان الله عز وجل عز وجل جعل كتابي المهيمن على كتبهم الناسخ لها ولقد جئت بتحليل ما حرموا ليش حرموا؟ لشرائط الزمان والمكان لمصالح عقوبة حرمت عليهم الشحوم عقوبة لفسقهم كما ذكرنا الآية في ليلة أمس ولقد جئت بتحليل ما حرموا وبتحريم ما أحلوا وبين الوجه من ذلك طبعا زين باختصار الوجه من النسخ تارة التوسعة الله عز وجل توسعه وللتخفيف على العباد نسخ حكما، وتاره بانتهاء المصلحه لان الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد، بانتهاء المصلحه ينسخ الحكم، وتاره بوجود مصلحه اهم ينسخ الحكم السابق، وتاره للتصعيب ينسخ الصابرون اجرهم كثير فالله ينسخ الحكم السابق اللي كان اسهل تصعيبا لمصلحه الاجر على الصابر. من ذلك ان موسى على نبينا واله وعليه السلام جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت حتى ان الله تعالى قال لمن اعتدى منهم في صيدها يوم السبت كونوا قرده خاسئين الكلام كان في النسخ الان دخلنا في المسخ كونوا قرده خاسئين المسخ اكو في الروايات روايه صحيحه معتبره السند في الكافي بان اقوام الله عز وجل مسخهم مسخهم اقوام في الروايه لا اشكال في سندها وفي اصح كتبنا كتاب الكافي الشريف عن الرضا عليه السلام الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب مسخ كان اعرابيا ديوثا والارنب مسخ كانت امراه تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها روايه مفصله. ولكن الجمع بين الروايات يدل على ان من مسخ من الاقوام الذين طغوا على الله عز وجل مسخ لفتره ثلاثه ايام ولم يتناسلوا وماتوا فمسخوا على اشكال حيوانات موجوده مثلا كانت القرده او الفيله كانت فمسخ هذا الملك على شكل ذلك الفيل او بعد ان مسخ مسخ قوم مثلا اكو في الروايه اقوام من بني اسرائيل مسخوا في نفس هذه الروايه الصحيحه مسخوا على اشكال فبعد ان ماتوا بثلاثه ايام الله عز وجل خلق على تلك الاشكال الممسوخه حيوانات لتكون عبرة لمن يأتي في رواية عن الإمام الرضا صلى الله عليه وأن المسوخة لم يبق أكثر من ثلاثة أيام حتى ماتت وما تناسل منها شيء فمو الآن الفيل من نسل ذاك الملك الزنا وإنما على صورته أو كانت الفيلة سابقا فهو مسخ على صورتها كونوا قردة خاسئين هذا القوم من اليهود اصبحوا قرده الذين اعتدوا في صيد صيد الحيتان يوم السبت فكانوا ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالا وهذا نسخ تلك الشريعه لامر التسهيل و... قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم باطلاق هذه الايه نقول بان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تمسك باطلاق هذه الايه بان صيد البحر حلال في يوم السبت او غير يوم السبت لا فرق في ذلك. قال تعالى قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وجئت بتحليل الشحوم كلها وكنتم لا تاكلونها. طبعا قضيه يوم السبت ما موجوده في التوراه. ولكن تحريم الشحوم هذا موجود في التوراه، يعني في التوراه المحرف قضيه السبت ما مذكوره حسب تحقيق بعض المحققين ولكن الشحوم حرمتها الى الابد ما ادري يمكن لا زال يلتزم اليهود بعدم اكل الشحوم. ثم ان الله عز وجل صلى علي في كتابه العزيز بعد ان اتم رسول الله صلى الله عليه واله الاحتجاج مع اليهود هؤلاء اليهود وبين له انه هناك بعض الاحكام التي كانت في شريعتكم ونسخت هذه الاحكام في امر تسهيل النسخات فيجي يبين فضائل لنفسه رسول الله صلى الله عليه واله لم تكن للانبياء السابقين بعد ان ناقشوه واحتجوا معه في فضائل الانبياء السابقين كانت لرسول الله افضل وخير منها ثم ان الله عز وجل صلى علي في كتابه العزيز اخذنا الوقت نكمله ان شاء الله في البحث المقبل هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين